السلام عليكم مشاهدينا. منذ أكثر من 200 عام كانت مصر والسودان دولة واحدة تحكمها ملوك الدولة العلوية بعد سيطرة محمد علي على السودان، لكن هذا الاتحاد لم يستمر، فلماذا؟ وهل ستعود السودان إلى أحضان مصر؟ هذا ما سوف نطرحه لكم في هذا الفيديو بالتفصيل، ثم سننتقل إلى المنافع التي ستعود على كلا البلدين لو عاد هذا الاتحاد مرة أخرى. في يوليو من عام 1820 أرسل محمد علي حملة مكونة من 4000 جندي إلى الجنوب. كان قائد الحملة هو إسماعيل باشا، ومن الجدير بالذكر أن جنود الحملة كانوا من الأتراك والألبان والبدو، ولم يكن من بينهم أي جنود مصري. هذا لأن هذا الأمر كان يهم محمد علي وليس مصر، إذ أنه أراد تأمين الجنوب بعد هروب العديد من المماليك إليه، بالإضافة إلى أنه أراد إحضار بعض السودانيين للسفرة في مصر، كما إنه علم أن السودان غنية بالذهب، وهذا يعني أنه قد يستطيع الحصول على البعض من هذا الذهب. استطاع محمد علي والحكام التاليين من السيطرة على مناطق كثيرة في السودان، واستمر الحكم حتى عام 1882 حين احتلت بريطانيا مصر. فبعدما استطاعت بريطانيا السيطرة على مصر بالكامل، بدأت تتجه إلى السودان، وطلبت القوات البريطانية من الخديوي توفيق، والذي كان حليفا لهم، أن يقوم بسحب القائد المصري عبد القادر حلمي من السودان ويرسل ضابطا إنجليزيا ليحل محله. لكن هذا الأمر لم يمر مرور الكرام على الشعب السوداني، والذي لم يقبل بوجود كيان بريطاني على أراضيه، فقامت الثورة المهدية نسبة إلى قائدها محمد أحمد المهدي، ونجحت الثورة حيث تمكنت الحركة المهدية من السيطرة على عدة مناطق في السودان، مما جعل بريطانيا تقوم بإرسال حملة بقيادة هيكس باشا للتغلب على المهدي في سبتمبر من عام 1883. لكن الحملة فشلت، وتم قتل القائد والعديد من الجنود، مما زاد من ثقة المهدي وجيشه في قوتهم. لكن بريطانيا لم تقف مكتوفة الأيدي، وقامت بإرسال حملة أخرى إلى شرق السودان بقيادة بيكار باشا في عام 1884، وكان مصيرها نفس مصير الحملة السابقة. وبهذا أصبح المهدي ذو نفوذ وسمعة قوية، حيث انضم إليه الكثير من المسلمين، وقام بالسيطرة على العديد من أراضي السودان حتى وصل إلى الخرطوم. وفي عام 1885 أرسلت القوات البريطانية حملة إلى الخرطوم بقيادة غوردون، لكن الحملة فشلت وسيطرت القوات المهدية على الخرطوم، وهنا انتهت السيطرة المصرية على السودان. وبعد هذا الانتصار العظيم بوقت قصير، انتقل المهدي إلى الرفيق الأعلى، وكان القائد التالي هو عبد الله التعايشي. وبدأت الأحوال تسوء في فترة حكم التعايشي، حيث واجه الكثير من الحروب الداخلية والخارجية. وفي عام 1896 قامت بعثة مشتركة بين مصر وبريطانيا للسيطرة على السودان بقيادة اللورد هيربرت كيتشنر، وقد نجح هيربرت في حملاته ضد الحركة المهدية التي سقطت في عام 1898، كان ذلك في معركة أم درمان. وفي عام 1899 وقعت الحكومتان المصرية والبريطانية على اتفاقية تقضي بالسيادة المشتركة على السودان، والتي تعرف باتفاقية الحكم الثنائي. وقضت الاتفاقية برفع علمي مصر وبريطانيا على أراضي السودان، وتعيين حاكما بريطانيا له جميع الصلاحيات في السودان بعد تعيينه بمرسوم ملكي مصري. من الناحية العملية، جعلت الاتفاقية السودان دولة مستقلة تحت إدارة الموظفين البريطانيين، ويعاونهم صغار الموظفين المصريين. استمر هذا الحكم الثنائي على السودان حتى عام 1924، عندما تم اغتيال حاكم السودان الإنجليزي السير ليستاك، والتي نتج عنها الكثير من الخسائر لمصر، مثل استقالة حكومة سعد زغلول وطرد الجيش المصري من السودان. وقام علي عبد اللطيف بقيادة ثورة على الجيش البريطاني بالتعاون مع بعض المصريين، لكنها لم تنجح، وبهذا أصبح الوجود المصري في السودان مجرد وجود اسمي. حاولت مصر إعادة الجيش المصري إلى السودان، لكن بريطانيا رفضت هذا الأمر بشدة. وفي عام 1936 تم توقيع معاهدة بين مصر وبريطانيا، وبناء عليها قام مصطفى النحاس بإعطاء السودان الحق في تقرير مصيرها لوحدها.
وأكد هذا الأمر الكثير من رجال السلطة في مصر. لكن الجيش المصري أراد الحرية للسودان، ولم يقبل بخروج الجيش المصري منها إلا إذا خرجت القوات البريطانية أيضا. وفي عام 1953 ذهب صلاح سالم إلى السودان، وكان هدفه هو إصلاح الأمور بين السودان الشمالية والجنوبية، وقام بدفع الأموال للسياسيين هناك من أجل ضمان ولائهم لمصر. وفي عام 1954 قام الرئيس محمد نجيب بتوقيع اتفاقية مع بريطانيا لإعطاء السودان حق القرار، وقال أنه يريد الوحدة العربية لكن من دون عنف. ولكن عندما ذهب نجيب إلى السودان لحضور افتتاح البرلمان لم يلقى استقبالا جيدا، حيث قام عبد الرحمن المهدي قائد طائفة الأنصار بالتحريض ضد الوفد المصري، إذ أنهم كانوا ضد الوحدة مع مصر. لذا أرسلوا عددا كبيرا منهم بأسلحة متنوعة إلى المطار، مما أدى إلى موت 30 شخص وإصابة العديد منهم. هذا الأمر كان في صالح بريطانيا بلا شك، إذ أنها لا ترغب في اتحاد البلدين مرة أخرى. ولا يمكن أن ننسى دور أمريكا أيضا في تحريض السودانيين على المصريين ورفضهم للوحدة. هذا هو السبب في كره الرئيس جمال عبد الناصر لأمريكا. ورغم ذلك حاول كثيرا في إعادة هذه الوحدة، لكن السودانيون أصروا على موقفهم حتى تم الاستفتاء على الانفصال عن مصر، وكان رأي الإجماع هو الانفصال. وما كان أمام مصر إلا الاعتراف باستقلال السودان، بالإضافة إلى أن الجيش المصري ترك أسلحته للجيش السوداني كهدية. ومن كل هذه الأحداث نفهم أن السبب في سوء العلاقات والانفصال هي بريطانيا، فهي والدول الأخرى المعادية تتبع نظام فرق تسد. ولكن ماذا لو تغلبنا على هذه النزاعات واتحدنا مرة أخرى؟ ماذا سيحدث لو اتحدت مصر والسودان مرة أخرى؟ ولماذا كان هذا الاتحاد يرعب بريطانيا؟ ستكون مصر والسودان المتحدة هي تاسع أكبر دولة في العالم. فض الكثير من النزاعات بين البلدين، ومنها حل أزمة سد النهضة ومشكلة حلايب وشلاتين. الجيش المصري السوداني سيكون من أقوى 10 جيوش في العالم. قوة العملة لكلا البلدين ستزداد بسبب توافر الموارد الطبيعية في السودان من ذهب ونحاس وغيرها. وأضف إلى ذلك القوة الصناعية في مصر، فسيقيم الاتحاد ثورة صناعية ضخمة، بالإضافة لارتفاع المستوى الاجتماعي للمواطن السوداني واستقرار البلاد بشكل عام. ومما لا شك فيه أن دخول مصر في هذا التوقيت سيكون مثاليا لفض الحروب الداخلية بين فصائل الشعب السوداني. والسؤال لكم أعزائي المشاهدين، هل تعتقدون أن الاتحاد خطوة جيدة خاصة في هذا الوقت، أم أنكم ترفضون الأمر برمته؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.